ليتهم أو ضحهم، يعني امسك أنور السادات وامسك وينستون تشرشل وسوف نقاتل على الشواطئ وسوف نقاتل في الحقول وسوف نقاتل في القرى وسوف نقاتل في المدن ولن نستسلم أبدا. ده تشرشل. الرئيس السادات قال كده زي ما حكى. شوف روزفلت يتلقى ضربة يتعور 10 بوارج من أصل 13، يغرق منهم نهائيا 2 ويقف في مواجهة الكونجرس وأقول هذا اليوم الذي ليس له مثيل، سوف يذهبون إلى الجحيم وسوف ننتصر. هذا النوع من الزعماء هو أنور السادات، اللي هو كيسنجر في كتابه 6 شخصيات اتكلم عنه باعتباره من الأنبياء بمثابة الأنبياء. ليه؟ الحكمة والرؤى. كان قرار رئيس سادات القدس واللي عمل لغط كبير وحصل تعرض لهجوم من جوه ومن بره هو تعرض لهجوم حتى في 73. نعم، في 73 بعض الناس قالت دي تمثيلية. نعم، في الكتاب أنا برد على التمثيلية دي وبقول التمثيلية لا تصل إلى سفك الدماء، إلى أنه دماء الجنود والضباط والعسكريين المصريين تسفك لصالح تمثيلية. تمثيلية بتبقى تمثيلية، لكن الحرب هي حرب ونتيجتها واضحة جدا. تيجي تزور معايا طابة؟ نعم، نروح طابة. نروح طابة خلاص، ونروح نعم. خط العريش. نعم. العريش غزة زويد كله اهو كده. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه من الكلام؟ بمعنى انه خط الحدود الدولية هو 1906 المؤكدة في 1923، هي الخط اللي اعترفت بيه اسرائيل ووقعت عليه في معاهدة سلام. الرئيس عبد الناصر كلم الرئيس سادات، كلم الرئيس عبد الناصر، رئيس عظيم له بصماته العميقة جدا على البنيان المصري، على المجتمع المصري، أحدث تحولات هائلة كانت بتعد وتنمو الليبرالية المصرية والبرجوازية المصرية والطبقة المتوسطة المصرية بيجرى بنائها من 1805. هي مش وليدة اليوم، هي مراحل متدرجة تبدأ من محمد علي وتصل إلى 1952 1962، وتأثيره هائل في الشخصية المصرية، والحس الاجتماعي لديه بالغ الأهمية، وكان له سقطة واحدة أحدثت في الكتاب في الصفحات الأخيرة. بقول إيه؟ وصدمت وأنا أبلغ من العمر 25 عاما في 67 باحتلال الأرض المصرية، وعشت حتى بلغت وزيرا للخارجية، كنت ملحق قد كده، وغادرت وزارة الخارجية، والهم هو تصفية آثار هزيمة 67 اللي الفلسطينيين ما زالوا بيعانوا منها، اللي سوريا ما زالت بتعاني منها. فهذه السقطة كانت حزينة جدا في حياته، هي دي اللي كسرته، وهي دي اللي موتته صغير. مات عنده 51 سنة ولا 53 سنة، مات سنة 70، 28 سبتمبر سنة 70، هو مواليد سنة 18، يعني 52 سنة. ولكن جمال عبد الناصر قوته في عناده في الامساك بتلابيب
الجيش المصري سوف يعاد بناء هذا الجيش، وسوف نتصدى لإسرائيل ولن نسلم، ويأخذ العصا منه في هذا السباق للتتابع السادات ويحقق العملية برؤية. يعني ده جيل عبد الناصر، السادات، حافظ إسماعيل، أحمد إسماعيل علي، الشاذلي،